الاسيد بيس بالانس ده الغرض منه كله ان انا اعمل حاجه اسمها هيموستاسيس. الهيموستاسيس دي هي الفانكشن اللي بتختصر اللي احنا بنعمله في التخدير وفي الرعايه. احنا ايه وظيفتنا في كلمه واحده في التخدير او في الرعايه؟ العيان بيحصل له باثولوجيكال تشينجز سواء كانت الديزيز اللي عنده او التدخل الجراحي او الكيموثيرابي او العلاجات. احنا طريقتنا احنا علاجنا ان نرجعه تاني للهوميوستاسيس. هوميوستاسيس انا بظبط الانترنال انفايرمنت فور ذا اوبتيمال فانكشنز اوف ذا سيلز. ده شامل بقى الكونشس ليفل، الهيمودينامكس، البرفيوجن، الالكترولايتس، الاسيد بيز. يبقى انا بعمل ايه في كلمه واحده؟ انا برجع العيان للهوميوستاسيس تاني. بفهم ليه الاي بي جي عشان اطلع منها اسيد بيز ديستربنس اصلحه فرجع العيان تاني لكلمه هوميوستاسيس. هوميوستاسيس دي انتجريشن كبير جدا ما بين كذا اورجن كلهم في الاخر بيحققوا لي الغرض اللي انا عايز اوصل له ان احنا نبقى في نورمال اسيد بيز ستيتس. كل الانتجريشن اللي انتم شايفينه ده هنمشي فيه خطوه خطوه باذن الله. طيب احنا النهارده هنتكلم عن ايه؟ انا هتكلم على اول حاجه الفيسيولوجيكال باك جراوند بتاعت الاسيد بيز بالانس، وبعدين هنخش على الاسيد بيز ديستربنس هنحاول نحلل الاي بي جي بستيب وايز انتربريتيشن. بعد كده عندنا نقطة مهمة جدا في الاي بي جي هي اساسا جازز، فانا بتكلم على اوكسجينيشن وفنتليشن. في عندي بعد ما نخلص ده كله هنحط سكيم هو الفاينل ريفيجن، وهو ده السجستد سكيم اللي هنطلع بيه من المحاضرة وهطبقه بعد كده على كل الاي بي جيهات اللي هنشوفها باذن الله. ولو في وقت باذن الله هنتكلم على اكزامبلز. الفيسيولوجي بتاع الاسيد بيز مش صعب خالص، بس قبل ما نخش فيه في عندنا سؤال بيتسال كتير في الامتحانات. بما ان انتوا اورينتد بالامتحانات بيتقال لكم ايه الفرق ما بين اسيديميا واسيدوزيس والكالينيا والكالوزيس. اسيديميا اللي اخرها ايميا دي بلاد، دي ستيت، دي المرحله النهائيه اللي البلاد بيوصل لها. لما اقول في اسيديميا يبقى انا البلاد بتاعي وصل لمرحله من الاسيدوزيس. البروسيس اللي بتعمل اسيديميا هي الاسيدوزيس. يبقى الاسيدوزيس از ا بروسيس، اسيديميا از ا ستيت. يبقى البلاد دلوقتي بيحصل له اسيدوزيس بس لسه البي اتش بتاعته نورمال. كمان ساعه هنوصل للاسيديميا هنلاقي البي اتش بتاعته 7.1. يبقى اسيديميا از ا ستيت، اسيدوزيس از ا بروسيس. برضه الالكاليميا والالكالوزيس نفس الكلام. طيب عايزين نعرف بالظبط احنا هنتعامل مع ايه. الاسيد بيز ريجوليشن هو المينتنس اوف نورمال بلازما اي كونسنتريشن هيدروجين. يبقى الاسيد بيز ده احنا كل ده عايزين نفهم الهيدروجين ده بيعمل فينا ايه فاحنا نرد عليه ازاي. يبقى انا كل الريجوليشن ده المقصود بيه ان انا احجم الهيدروجين تشينجز. طيب كل طول الوقت قاعدين بنقول بي اتش بي اتش بي اتش، امال ليه مش بنقول هيدروجين؟ ليه احنا بنتكلم على بي اتش مش بنتكلم على هيدروجين؟ الهيدروجين ده على قد ما هو حاجه خطيره جدا على قد ما هو الاماونت بتاعته في البلاد حاجه قليله جدا. الهيدروجين لما بنيجي نقيسه في البلاد النورمال بتاعه 0.0004 ملي مول بالليتر، يعني متخيلين 4 اصفار وبعدين 4، يعني عشان نسهلها شويه بنقول 40 نانو مول بالليتر. فالمطلوب مني هذا المولكيول اللي بيتقاس بالنانو مول التغيير فيه اديتكت فتعامل. فطبعا عشان اديتكت تغيير بنانو مول ما عندناش الاجهزه اللي تقدر توقفت مع هذا التغيير، فابتدينا نفكر في حاجه ثانيه اسهل شويه في التعامل. فوصلنا للبي اتش. البي اتش دي اصلها في اللغه عباره عن ايه؟ هي كلمه اصلها في الاول خالص الالمان طبعا هم عباقره الفسيولوجي، فهم قالوا لنا بدل ما تقولوا هيدروجين قولوا بوتنشال هيدروجينا. بوتنشال هيدروجينا لما جينا ترجمناها انجليزي يعني باور اوف هيدروجين، وقالوا ناخد البي والاتش. تمام، فبقت البي اتش دي هي اختصار بوتنشال هيدروجينا. يبقى انا كل ما اجي اقول هيدروجين اقول سياده جلاله الملك المعظم هيدروجين. فانا كل ما اجي اقول هيدروجين اقول باور اوف هيدروجين. كل ما اجي اقول هيدروجين مش هينفع اقول هيدروجين لوحده من كتر ما هو بيبهدلنا، ومن كتر ما انا دلوقتي عايز اديله احترامه فهقول باور اوف هيدروجين. بوتنشال هيدروجينا هقول بي اتش. طيب تعالوا نفهم كده ازاي بقى هنحول هذا الهيدروجين الى بي اتش. ازاي نحول الهيدروجين ده لبي اتش؟ ناخد اول حاجه الهيدروجين. الهيدروجين ده هو القرين
لل CO2. The main determinant of hydrogen is the CO2. فلما هاجي اقول الهيدروجين بيتناسب مع ايه؟ الهيدروجين بيتناسب مع الفيزيكال سي او 2 على الكيميكال سي او 2. يعني هو الهيدروجين رايح جاي ما بيتعاملش الا مع السي او 2 في الصوره الفيزيكال مع الصوره الكيميكال. حطينا الفيزيكال فوق والكيميكال تحت. ايه هو اللي بيعبر عن الفيزيكال سي او 2؟ هو التنشن اوف اوكسجين اوف كربون دايوكسيد ان ارتيريال بلاد البي اي سي او 2. فانا هشيل كلمه فيزيكال سي او 2 واحط بدلها البي سي او 2. ايه هو الفورم اوف كيميكال سي او 2؟ هو البيكارب. اصبح عندي الهيدروجين بيتناسب مع ايه؟ البي اي سي او 2 على الاتش سي او 3. يعني اللي بيبهدلنا الهيدروجين، لكن اللي متصدر لنا طول الوقت هو سي او 2. فنقدر نقول كده ان احنا عندنا عدو خبيث جدا هو الهيدروجين، ما بيظهرش بوش الحقيقي، طول الوقت بيبعت لنا المتحدث الرسمي بتاعه اللي هو السي او 2. الهيدروجين بيتناسب مع ايه؟ سي او 2 على سي او 2، فيزيكال سي او 2 على كيميكال سي او 2. BCO2 على HCO3 يعني اسيد على بيز، متفقين؟ طيب عايزين بقى نحول هذا الكلام الى الحاجه اللي احنا بنسمع عليها اسمها هندرسون هاسلباخ ايكويشن. دي معادله هي اللي حكمنا في كل الاسيد بيز، بداها هندرسون ده سويدي، كملها بعديه هاسلباخ ده الماني. الاثنين حط اساميهم على الايكويشن، ده المنظر النهائي بتاعها. عايزين نفهم دي وصلنا لها ازاي. البي اتش ما هو الا النيجاتيف لوج اوف ذا هيدروجين كونسنتريشن تو ذا بيستن. نيجاتيف لوج ليه؟ نيجاتيف لوج لان احنا قلنا الهيدروجين قيمته قليله جدا، فما ينفعش اتعامل معاه كرقم، لكن اقدر اتعامل معاه كلوج. لما اديله لوج يتحول لرقم صحيح، فبقى عندي النيجاتيف لوج اوف ذا هيدروجين كونسنتريشن تو ذا بيستن. يبقى دي بنقولها ازاي؟ نيجاتيف لوج اوف ذا هيدروجين كونسنتريشن تو ذا بيستن. حلو كده. طيب حضرتك ممكن تشيل الهيدروجين دي ونحط بدلها بقى الحاجات اللي هنتعامل بيها. خلاص مش عايزين نتكلم سوليدكال، عايزين نتكلم مركب. احنا مش هنتعامل بالهيدروجين، احنا هنتعامل بالبي سي او 2 على الاتش سي او 3. فاول انا شايل الهيدروجين ده وحاطط الاسيد على البيز، يبقى بيتناسب مع النيجاتيف لوج اسيد اوفر بيز تو ذا باور 10. متفقين؟ طيب حضرتك احنا مش عايزين نيجاتيف، ممكن نخليها بوزيتيف. بوزيتيف يبقى انا هشقلب دول، فهتبقى ايه؟ هتبقى اللوج بوست بلوك 10 بيز اوفر اسيد. حلو كده. طيب حضرتك برضو شيل لي دايركتلي ريليتد دي، حط لي ايكوال. لو انا شلت دي وحطيت ايكوال، عندي قاعده بتقول ان انت لازم تحط لي كونستانت. احنا قلنا اللي عمل كل القصه دي الالمان، الالمان عندهم كونستانت بالكي، فبقى عندي بي كي اللي هي كونستانت بالانجليزي. تمام. فبقى عندي الصيغه النهائيه ان البي اتش هتساوي، احنا بداناها من هنا، بقت البي اتش بتساوي بي كي بلس لوج البيز على الاسيد. وصلنا للهندرسون هاسلباخ ايكويشن. حلو كده. طيب المعادله دي ايه المقصود بيها؟ المقصود بيها ان انا عايز اوصل للنورمال بي اتش اللي هو 7.4. حضرتك عشان توصل للنورمال بي اتش 7.4 حضرتك هتاخد حاصل جمع حاجتين، البي كي مع اللوج بيز على الاسيد. يبقى انا لو انا عندي بفر، كل بفر ليه البي كي بتاعه. يعني مثلا البايكارب البي كي بتاعه 6.8، الفوسفيت 6.1. يبقى انا هستخدم بفر انهي واحد؟ هقوم شايل البي كي وحاطط القيمه بتاعته. لو انا بتكلم على بايكارب هشيل البي كي دي واحط بدلها 6.8، فوسفيت يبقى احط 6.1 وهكذا. طيب 6.8 انا عايز اوصل للنورمال بي اتش 7.4، لسه ناقص لي شويه، هجيبهم منين؟ من ده لوج بيز على اسيد. يبقى البفر بتاعي ليه حاجتين، ليه بي كي هحط الرقم بتاعه هنا، وهو عباره عن اسيد وبيز، هحط القيم بتاعتهم هنا عشان اقدر اوصل لبي اتش 7.4. انا بقول كده ليه؟ تعبكم ليه في الحته دي؟ تعبكم ان البفر الايديال او الستاندرد هو البفر اللي يقدر يحقق لي بي اتش من غير ما اوصل لمرحله البيز اوفر اسيد. يعني يبقى البي كي بتاعته مساويه للبي اتش. هل احنا عندنا بفر البي كي بتاعه 7.4؟ للاسف ما عندناش. لو احنا عندنا ده كنا حطيناه في مواجهه اي تشينج يحصل للاسيد بيس كان صلحها لي الثانيه، ما عنديش. يبقى انا دلوقتي عشان اوصل ان البي اتش يساوي البي كي، ده مش موجود في المرحله دي، يبقى انا عندي هنا البيز هيساوي الاسيد نفس القيمه على نفس القيمه، يبقى ده واحد لوج واحد بزيرو، يبقى ده اصبح زيرو وانا مش محتاجه، لان انا البي كي لوحده حقق لي البي اتش. يبقى انا كل ما قوه البي كي تقرب من البي اتش كل ما البفر بتاعي يبقى قوي. يبقى عرفنا ايه اهميه البي كي. اهميه البي كي ان هو كل ما يقرب لي من قيمه البي اتش 7.4 يبقى انا اقول على البفر ده ان هو قوي. فدلوقتي بالطريقه دي لما انا قلت لك ان الفوسفيت 6.1
البايكارب 6.8 تحب مين فيهم؟ بايكارب قريب جدا من البي اتش، مش هيبذل مجهود كبير، لكن عشان استخدم فوسفيت عشان اعمل بي بفر هضطر ان انا هستنى لما اظبط اللوج بيز اوفر اسيد. تمام كده؟ هل احنا عندنا بفر يعمل لي كده؟ للاسف ما عندناش. يا دكتور عمرو، البي كي دي مش كانت المفروض ان هي الديجري اوف بي اتش اللي عندها بيبقى النص ايونايزد ونص نون ايونايزد؟ اه بس دي مختلفه على حسب البفر. انا عايز اوصل لك ايه من دي؟ بص انا عايز بس اوضح لكم حاجه، الموضوع ده مليان نظري ومليان حشو ومليان حاجه انا بقولها علم لا ينتفع بيها. انا عامل فلتريشن للمهم، انا بعد كل ما افهم البي كي دي كلها تفرق معايا انا في ايه، تفرق معايا ان انا هفضل بيها بفر على التاني، فانا لازم ابروز لكم ان هي دي المهمه في البراكتيكال. تمام كده يا شباب؟ هتلاقوني سقطت حاجات كتير قوي نظري انتوا كنتوا فاكرينها مهمه، هي مش مهمه. تمام؟ فاحنا تركيزنا كله على ما هو له تطبيق براكتيكال. طيب تمام يا احمد؟ طيب بسرعه كده حته رياضه، يعني ايه لما اقول 10 تو ذا باور 3؟ يبقى انا قصدي 10 وجنبها يعني 1 وجنبها 3 اصفار 1000. طب لما اقول ماينس 3 يعني 0 وبعدين 3 ارقام. لما اقول ماينس 7 يبقى 0 وبعديها 7 ارقام. دي معلش حته رياضه عشان انا عارف ان حته اللوج دي ممكن تبقى شويه مش فاكرينها قوي. لما اقول لوج 10 تو ذا باور ماينس 3 بقول على طول ماينس 3، انا قصدي ان هو ماينس 3 دي قصدي ان انا لوج اوف 10 تو ذا باور ماينس 3. ماشي كده؟ لما اقول لك النيجاتيف لوج اوف 10 تو ذا باور ماينس 3 يبقى انا قصدي 3. حته نظري بس رياضه عشان نفتكر يعني ايه لوج. لو انا قلت لك بي اتش 3 يعني ايه بي اتش 3؟ يعني انا عندي البي اتش يعني انا عندي اللوج بتاعي 10 تو ذا ماينس 3 يعني 0 1 1 اتش، يبقى انا هنا بي اتش 3 معناها هيدروجين قد ايه؟ 0.001 ملي مول برليتر. يبقى عرفنا بي اتش 3 دي تمثل الباور 10 في اللوج اللي انا بتعامل معاه. لو قلت لك بي اتش 7 يبقى انا بتكلم على 10 تو ذا باور ماينس 7 يعني 0 وبعد كده 7 ارقام اخرهم 1، دي قيمة الهيدروجين. طيب كل ما يبقى عندي هاير هيدروجين من 3 ل 7 كل ما انا بعمل ايه في الهيدروجين؟ بقلله، لور كونسنتريشن اوف هيدروجين. طيب انا لما بقول اسيد بيز بالانس انا قصدي ايه في الاسيد بيز؟ انهي حتة في الجسم اللي انا بتكلم عليها؟ انا بتكلم عن الاسيد بيز ستيت اوف ذا اكسترا سيلولار فلويد. طب ليه مش قصدي انترا سيلولار؟ لان الانترا سيلولار من يوم ما ربنا خلق البشريه لحد ما تنتهي الحياه هيفضل الانترا سيلولار اسيدك. ليه؟ لان هو السيلز ما هي الا عباره عن مجموعه من المصانع بتصنع لي اللي انا جسمي محتاجه، الميتابوليزم بتاعتي كلها، فهي لا تنتج الا اسيد. مفيش سيل تنتج حاجه ثانيه الا اسيد. طب لما انت حضرتك يبقى عندك مصانع بتنزل صرف صحي نتيجه الميتابوليزم اللي شغال عندها مجموعه من الاسيد، يبقى المفروض الاكسترا سيلولار فلويد تكون مجهزه بالكالوتيك ميديم ان هي تتعامل مع الاسيدز اللي هيجي لها من بره. يبقى انا الاسيد بيس بالانس المقصود بيه اكسترا سيلولار فلويد، الانترا سيلولار اسيدك اسيدك ولحتى ما تنتهي الحياه اسيدك مش هيتغير. تمام كده؟ طيب يبقى انا كلمه اسيد بيس في دماغي المقصود بيها الاكسترا سيلولار فلويد. يعني ايه اسيد ويعني ايه بيس؟ الاسيد هو اي مولكيول يطلع لي هيدروجين، البيز هو اي مولكيول يستقبل هذا الهيدروجين. فالاسيد بنقول عليه بروتون دونر، البيز بنقول عليه بروتون اكسبتور. تمام كده؟ طيب بنرجع بعد كده نقسم الاسيد والبيز نقول سترونج وويك. يعني ايه سترونج؟ يعني ايه ويك؟ يعني ايه اسيد سترونج وويك اسيد؟ يعني ايه سترونج بيز وويك بيز؟ قبل حرب روسيا واوكرانيا كنا بنقول على الجيش الروسي ان هو جيش قوي جدا. الانطباع ده كان جاي لنا من ايه؟ كان جاي لنا من حاجتين، ان هو هيقدر يحتل عموم اوكرانيا، هيحتل المساحه كلها يعني ينتشر يعني يستشهد في مده زمنيه قصيره جدا. مش ده كان انطباعنا عن الجيش الروسي؟ هيحتل اوكرانيا في اسبوع، يعني ايه هينتشر في كل حدود اوكرانيا في مده قليله. فكلمة سترونج دي معناها ان هو ديسوشيتنج 100% in a short time. فلما اقول سترونج اسيد يبقى انا قصدي هنا ان هو هيديسوشيت. يعني ايه هيديسوشيت؟
هذا هو المولكيول اوف ذا اسيد، مولكيول كبير ماشي، عنده قدره ان هو يتفكك الى مولكيولز صغيره بنسبه كام؟ 100%. يبقى لو المولكيول الكبير ده قدر يتفتت يديسوشيت انتو سمول جرانيولز بنسبه 100% يبقى سترونج اسيد. طب لو بنسبه 1% يبقى نقول عليه ويك اسيد. النقطه الثانيه السرعه، هو بيتفكك 100% رابيدلي، الويك اسيد بيتفكك 1% سلولي. فلما اجي اقول اتش سي ال هيدروكلوريك اسيد از ا سترونج اسيد، كده ايه الرساله اللي وصلت لنا كلنا؟ ان هو بيديسوشيت 100% ان شورت تايم. طب لما اجي اقول لك البايكارب اي ان اتش 2 سي او 3 ويك اسيد، المقصود ان هو جاست بيديسوشيت 1% وفيري سلولي، وبالتبعيه السترونج ان اي او اتش المقصود بيه ديسوشيشن 100% رابيد، لما اقول ويك زي الامونيا هيدروكسيد يبقى انا بديسوشيت 1% وسلولي. ايه المنظر ده؟ ده حضرتك مخلفات الانترا سيلولار ميتابوليزم، ودي الاكسترا سيلولار سبيس بتاعنا، طول الوقت عمال بيتحلف علينا اسيدز. المفروض ان الالكالوتيك ميديا دي تبقى جاهزه ان هي تتعامل مع هذا الاسيدز. طيب قبل ما نتكلم على الاكسترا سيلولار تعالوا نفهم بس الاول ايه هي مصادر الهيدروجين او ايه هي مصادر الاسيدز. انا بسميها ثريت تو بي اتش، الخطر اللي بيهاجم البي اتش بتاعتنا. انا عندي الاسيدز اللي جايه دي بنقسمها الى مجموعه فولاتايل ومجموعه فيكسد ومجموعه اورجانيك. سموها فولاتايل ليه؟ سموها فولاتايل لان هي متطايره، اقدر اتعامل بيها عن طريق اللنج، اقدر اعمل هايبر فنتليشن اوش، او اقدر اعمل هايبو فنتليشن ارتين. بما ان انت تتحكم فيها عن طريق الفنتليشن فسميناها فولاتايل اسيدز، اللي هي مين هنا؟ اللي هي الكربون دايوكسيد. تمام؟ وده ناتج من ايه؟ ده ناتج من الكربوهيدرات. يبقى انا كل السكريات اللي هاكلها هتطلع لي فولاتايل اسيد هتعامل معاها عن طريق اللنج. بقيت الانتاج بتاعي اللي هو يتمثل فيه بروتين، البروتين دوت هيطلع لي سلفوريك اسيد، وليبيدز هتطلع لي فوسفوريك اسيد، دول ما بيروحوش مع اللنج، دول ثابتين في الدم فسميناهم فيكسد نون فولاتايل. يبقى انا عندي كربوهيدرات هتديني كربون دايوكسيد ده فولاتايل، عندي بروتين هيطلع لي سلفوريك اسيد، وعندي ليبيد هيطلع لي فوسفوريك اسيد، دول فيكسد هتعامل معاهم عن طريق الكيدني. طب دول اللي انا باكلهم، ايه بقى الباقيين؟ الباقيين هما نواتج الميتابوليزم بتاعتي. عندي حاجه اسمها لاكتيك اسيد، اسيتو اسيتيك بيتا هيدروكسي بيوتيريك اسيد، دي اسيدز بتتكون نتيجه الميتابوليزم بتاعتي. لو انا بعمل ميتابوليزم ما فيهاش اكسجين كفايه يطلع لي لاكتيك اسيد. لو انا ابتديت احرق فات نتيجه ان انا معايا سكر كتير هيبتدي يطلع لي كيتونز. يبقى دي عوادم ابنورمال ميتابوليزم سببها امبالانس بين الجلوكوز والفات او نقص الاكسجين. يبقى انا عندي الاسيدز اللي في الجسم عباره عن يا انتيك يا ميتابوليزم مش مظبوط. الانتاج كربوهيدرات هيطلع لي سي او 2 هتعامل معاه فولاتايل، بروتين هيطلع لي سلفوريك هتعامل معاه كيدني، ليبيد هيطلع لي فوسفوريك اسيد هتعامل معاه كيدني، واورجانيك برضه فيكسد هتعامل معاه عن طريق كيدني اللي هو مجموعه الكيتونز ومجموعه اللاكتيك اسيد. طيب فهمنا المخاطر اللي جايه لنا، عايزين نعرف بقى احنا هنعمل ايه، الفسيولوجي بتاعنا مجهز ازاي انه يتعامل مع هذه المخاطر. عندنا اول حاجه كلمه بفر. يعني ايه بفر؟ البفر ده هو عباره عن سوليوشن الفانكشن بتاعته ان هو يمينيمايز اللي تشينج ان بي اتش وين ا بيز اور اسيد از ادد تو ا سوليوشن. طيب احنا من ضمن الحاجات اللي هنعملها النهارده ان احنا هنصلح المفاهيم. احنا كان قبل كده فاهمين ان البفر ده بينزل يمسح الاسيد اللي جاي من بره. لا البفر مش بيعمل كده، البفر بيقلل خطورة الأسيد لكن مش بيمسحه. فهم بالإنجليزي بيسموها مينيمايز يصغر. أنا شايف إن الأحسن كلمة يقزم، هو ستيل خطر بس بدل ما كان ديناصور كبير أنا خليته وحش صغير. فأنا بأقزم هذا السترونج أسيد إلى ويك أسيد. يبقى أي وظيفة البفر مش هيمسح الأسيد، هي مينيمايز
من strong لweak acid. تمام كده؟ طيب البفر اللي ربنا خلقه لنا بيبقى مهيئ انه يتعامل مع اي مخاطر تيجي. المخاطر بنسبة 90% اسيدز، بس في 10% ممكن يبقى الكالوتيك. زي ايه؟ حد بيحب ان الدكاتره يدي بايكارب كتير، ممكن ما يحسبش كويس فيدي بايكارب، ده اكزامبل. في حاجه ثانيه اسمها ميلك الكيلو سيندروم، الناس بتحب تشرب لبن بكميات، كل دي مصادر للكالوتيك. فاحنا اي بفر هيتكون من اسيد وبيز. الاسيد اتفقنا بيطلع هيدروجين، البيز بيأكسبت الهيدروجين. ليه؟ عشان اي خطر هيواجهني ابقى عندي طرفي العمله جاهزين. والله المشكله ان في اسيد هتعامل معاه بالبيز، المشكله ان في بيز هتعامل معاه بالاسيد. يبقى انا هنا لو انا جبت اسيديك سوليوشن، البفر بتاعي هيكومباين مع الاكسترا هيدروجين عن طريق البيز كومبارتمنت بتاعته عشان يمنتين البي اتش، والعكس لو انا حطيت الكلاين سوليوشن. واتفقنا يعني ايه سترونج اسيد وسترونج بيز وويك اسيد وويك بيز. طيب تقسيمه البفر سيستم، احنا قلنا الاسيد بيز بنتكلم على الاكسترا سيلولر فلويد. تمام. طيب هو احنا انترا سيلولر مفيش بفر؟ لا في بفر. ده انا عايز اقول لك حاجه، اهم بفرز موجوده في الجسم هي الموجوده انترا سيلولر. يعني احنا لو جينا نقارن قوه الاكسترا سيلولر فلويد بفرز بالانترا سيلولر تكاد تكون لا تصبر. الانترا سيلولر هي الاعنف وهي الاقوى. ليه؟ لان هي في وش المدفع، هي دي اللي بتتعامل دايركتلي مع الاسيدز اللي بتتكون. لكن دي احنا مش هنقدر نتدخل فيها، احنا هنتعامل بس في الاكسترا سيلولر. طيب تعالوا نشوف كده التوزيع. البفرز اللي عندي، البفر الاشهر واللي كلنا عارفينه هو الكربونيك اسيد باي كربونيك بفر سيستم، ده البفر الاكثر شهره. تمام. عندنا مجموعه من البروتينز متوزعه انترا سيلولر وموجوده اكسترا سيلولر، وفي حاجات موجوده ان بتوين. طب ما تديني اكزامبل كده للانترا سيلولر، ايه رايك الار بي سي جواها هيموجلوبين؟ مش ده بروتين انترا سيلولر، ده بفر. طيب اوتسايد في الاكسترا سيلولر في عندنا ايه؟ عندنا بلازما بروتينز. طيب في عندنا بروتين موجود هنا وهنا، اي امينو اسيد بروتين اللي هو يشمل كل البروتينز في اي مكان هيشتغل بفر. يبقى انا عندي انترا سيلولر وعندي اكسترا سيلولر وعندي حاجات مشتركه. انترا سيلولر اكزامبل بتاعها الهيموجلوبين، اكسترا سيلولر اكزامبل بتاعها البلازما بروتين. اي بروتين في اي حته، ريسبتور كارينج بروتين هرمون انزيم، كل دول بيشتغلوا بفر. تمام كده، متوزعين انترا واكسترا. طيب عندي بفر مخصوص انترا سيلولر اللي هو الفوسفيت بفر سيستم. الفوسفيت بفر سيستم موجود بس انترا سيلولر، ملوش قرين اوتسايد. يبقى انا عندي البروتين موجوده جوه وبره، عندي الكربونيك اسيد بايكربونيت موجوده بره بس، عندي الفوسفيت موجوده جوه بس. طيب الفوسفيت دي موجوده في حته ثانيه غير الانترا سيلولر او موجوده في التيوبولر فلويد؟ هنرجع لها كمان شويه. تمام كده؟ طيب مين الاقوى في كل دول؟ الاقوى في كل دول هم المجموعه اللي في النص دي. ليه؟ كوانتيتيف هم اكتر حاجه. يبقى انا كلمه بروتينز دي اللي هي مش متحدده ولا هيموجلوبين ولا بلازما بروتينز هي الكميه الاكبر. كويس؟ طب لما تيجي تقول لي البلازما بروتين ولا الهيموجلوبين مين احسن ومين اقوى؟ الهيموجلوبين. ليه؟ اولا ككميه، احنا البلازما بروتين كام؟ 7 جرام. الهيموجلوبين كام؟ 14 15 16، يعني تقريبا دبل. مش بس كوانتيتي، كواليتي. الملوكيول الواحد من الهيموجلوبين فيه 38 هيستيدين، كل واحده فيهم بتشتغل بفر. يبقى مش بس اكتر الضعف، لا ده كل ملوكيول فيه 38 محطه استقبال. تمام كده؟ مين احسن من الاثنين دولت؟ البروتينز اللي موجوده بقى انترا واكسترا سيلر، دول اكتر ودول اهم. تمام؟ طيب امال احنا ليه بنحب الكربونيك اسيد بايكربونيت؟ هنقول دلوقتي. يبقى احنا فهمنا ستريتس تو بي اتش، هنفهم دلوقتي بقى الديفنس اجينست الستريتس دي. الاسيد بيز بفر سيستم ان ذا بودي، اتفقنا ان احنا عندنا ثلاثه كبار، بايكربونيت اكسترا، فوسفيت انترا، وتيوبولر فلويد، وبروتين متوزعين هنا وهنا. ناخد البايكربونيت. البايكربونيت بفر سيستم هو عباره عن ميكتشر اوف كربونيك اسيد ادي الاسيد، وصوديوم بايكربونيت ادي البيز. تمام كده؟
لما ينزل عندي في السيركيليشن بتاعتي خايف. هات معايا واحد تاني. لو نزل عندي في السيركيليشن سترونج اسيد مين اللي هيتعامل معاه؟ هذا البيز NHCO3. عايز البوينتر؟ احمد معانا. طيب يبقى انا في سترونج اسيد هيدروكلوريك اسيد اترمى عندي في السيركيليشن هيكون طالع البيز كومبوننت اوف ذا بافر سيستم يتعامل هو معاه. ماشي يا سيدي خلاص يعني. تمام كده؟ هيبقى عندي HCl هيتصدى لمواجهته الـ NHCOC هيتحول إلى كربونيك أسيد زي الـ NaCl. وصلت اللي أنا قلته من شوية؟ هو إحنا عملنا إيه؟ إحنا حولنا هذا السترونج أسيد لأسيد برضه بس أضعف. ده اللي عمله. هو ما مسحوش هو أضعفه قزمه. تمام؟ طب لو دخل عندي سترونج بيز زي صوديوم هيدروكسيد هيتصدى للتعامل معاه الكربونيك اسيد H2CO3 هيحوله الى NHCO3 بلس ووتر ده ويك بيز. تمام كده؟ طيب it is the most important buffer system in the body. واحنا قايلين من شويه ان هو كميه مش كتير بس هو واخد هذا القوه من ايه؟ من حاجتين. اول حاجه ان بوست كومبوننتس كان بيريجوليتد. احنا قلنا ايه؟ كربونيك اسيد يعني CO2 وبايكربونيت الCO2 دوت انا اقدر اريجوليت عن طريق اللانج. يعني انا دلوقتي في حاجه الى زياده من الCO2 هخش في حاجه فنتليشن. طب انا محتاج اوش CO2 هايبر فنتليشن اقدر اعملها. طب انا محتاج بايكارب الكيدني بتاعتي تقدر تعمل ريتينشن تحتفظ بالبايكارب اعليه تقدر تعمل اكسكريشن. فانا بوست كومبوننتس من غير ما يلجا لحد من حضراتكم العيان لوحده عنده البفر بتاعه مش محتاج التدخل مننا. فبوس كومبوننتس كان بريجوليتد. ايه القوه الثانيه بقى بتاعته؟ ودي بقى اللي احنا كلنا واخدين بالنا منها بس ما كناش فاهمينها قوي. ان هو الاسرع في التعامل. اول ما يحصل اي سريت للبي اتش اللي بيتصدى على طول رغم ان هو قزعه كده وملوش لازمه هو البايكار. هو اللي بيروح ياخد صوده على طول. بعد شويه هنفهم ان الريسبيريشن والرينال اقوى بكتير. بس هو قوته في شجاعته. هو بيتصدى للمواجهه اول واحد. تمام؟ يبقى اهميه البفر سيستم البايكربونيت بوست كومبوننتس كان بيريجوليتد وان هو الفاستر في التعامل. طيب الفوسفيت بسرعه انا عايزكم تعرفوا لي بس عن الفوسفيت ان هو موجود منلي انتراسيلولر وموجود كمان في التيوبولار فلويد. شكرا. وقلنا من شويه ان البيكي بتاعه 6.1 اوكي انا بس الفوسفيت موجود انتراسيلولر وتيوبولار فلويد. بعد كده دخلنا على البروتين خدنا اكزامبل انتراسيلولر اللي هو الهيموجلوبين. تعالوا نبص معايا الهيموجلوبين بيعمل ايه. ادي السيلز في حاله ميتابوليزم. الميتابوليزم دي طالع منها اسيد اللي هو سي او 2. ادي البلط ادي ار بي سيز واحده اهي الهيموجلوبين اهو جوه. السي او 2 اللي هيخش جوه البلط دوت هيقوم ماسك في الووتر عن طريق كربونيك انهيدريز يعمل لي كربونيك اسيد هيحصل له ديسوشيشن الى هيدروجين وبايكارب. الهيدروجين ده اول ما اتكون مين قبض عليه؟ هيموجلوبينيك اسيد مسك فيه على طول. تمام؟ الهيموجلوبين ما اداش فرصه للهيدروجين يلعب بديله. امال بالنسبه للبايكارب لا ده حبيبنا ده قلب سيبه يخرج ودخل مكانه كلورايد. ما يعرف بالكلورايد شيفت فينومينا لو تفتكر. يبقى انا عندي هذا السي او 2 تحول الى بايكارب في البلاد. واخدين بالكم؟ انا حدفت على الار بي سيز سي او 2 ردت هي عليا بايه؟ بايكارب. مين اللي عمل الشغلانه ديت؟ الهيموجلوبين. طيب هو هيفضل ماسك الهيدروجين؟ اه. هيسيبه فين؟ هيسيبه لما يوصل للبلاند. يعني السن. احنا اهو وصلنا الله ينور عليك كده، وصلنا اهو للبلاند الهيموجلوبين هنا هيبقى مسموح له يسيب الهيدروجين. هيخش له ساعتها بايكارب تاني يتحول لكربونيك اسيد سي او 2 ووتر، السي او 2 يروح فين؟ في الالفيولاي وشر. تمام كده؟ طيب كل اللي انا كنت بتكلم فيه ده هو الكيميكال بافر سيستم. تمام؟ ميزتهم في ايه؟ ميزتهم ان هم بيتعاملوا ويزن سكندز. هم الاسرع في التعامل. عندنا بعد كده بقى الاثنين سيستمز المعلمين الكبار الريسبيراتوري سيستم والكيدني. الريسبيراتوري سيستم اسرع من الكيدني، الريسبيراتوري سيستم بيتعامل ويزن مينتس. الكيدني بتتعامل ويزن اورز. تمام؟ يبقى الاول واحد خالص الكيميكال بوفرز ميزتها انها بتتعامل ويزن سكندز وبعدين ويزن مينتس وبعدين ويزن اورز. كما لو كان في ترتيب ربنا سبحانه وتعالى هو طبعا في ترتيب ان يبقى في سرعه في التعامل مش كله يتعامل في نفس الوقت.
فالبفر سيستم بتاعنا مقسم نفسه الى حاجات بتتعامل في اول الحرب، والتقيل شويه مستني ورا، التقيل قوي مستني ورا خالص.